السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل محاضرة الجزء الثاني متعلق بتصميم منظومة طاقة شمسية مربوطة على الشبكة الكهربائية بقدرة 100 كيلو وات. طبعا احنا فاتحين البرنامج ماك داعي. راح نجي على الجزء الثاني اللي يتعلق بالديتيل لوسز او الخسائر التفصيليه. خلينا نشوف التمبرتشر الثيرمال باراميترز ما راح نجي يمها شيء، الاوميك لوسز الناتجه بيوسم الخسائر بالاسلاك. خلينا نشوف شنو الموضوع. خلينا نشوف الشكل المخطط، هذا هو الشكل النهائي للاي اوت للمنظومه. طبعا راح نشوفها في نافذه اخرى ايضا راح نتعرف عليه. راح خلينا نشوف الاسلاك. طبعا هنا البرنامج حسب لي المقاطع مال الاسلاك واطوال او قابليه تحمل كل سلك، بس الاطوال ما ثبتها لان هذه تخضع الى بالضبط عمليه النصب الحقيقي للمشروع. هذه مقاطع الاسلاك 1.5 ملم مربع و2.5 و4 و6 كلها مقاسه بالوحدات الملم، واخر مقطع للسلك هو 35 ملم. وطبعا قابليات التحمل للتيارات ايضا موجوده مثل ما تلاحظون، والريزيستنس اوم لكل متر طبعا يحسبها البرنامج. وبالنسبة للتسعير انا ما عندي تصور على مقاطع الاسلاك واسعارها، فراح هذا الموضوع ينترك للمنفذ الحقيقي. طبعا اختيار الاسلاك اما نحاسية او المنيوم، طبعا احنا نختار نحاسية. راح نطلع من هاي النافذة، خلي نروح على الموديول كواليتي ديتيل كومبيوتيشن. نشوف هنا الجرافيك تول فور اري الكتريك بيهيفير ستدي ان فيريس كونديشن. خلي نشوف راح نشتغل على اساس اما نشتغل على اساس الخليه او الموديولز. خلي نشوف الشكل المخطط. طبعا عندنا 19 لوح مربوطه على التوالي وعند 20 سترينج. المجموع الكلي لعدد الالواح 486 لوح كل المشروع. طبعا هذه هي الاي بي كاركترستكس للسيستم بالكامل. عندي مجموع الخسائر 90% من قيمة الماكسيموم باور بوينت تراكر للفولتية هو 5.7%. طبعا هنا ده ينطيني القدرة ان الاكشوال باور اللي راح تنتج ليها الالواح 73 كيلو واط في لما تكون عندي ظروف قياسيه 1000 واط على المتر المربع بدرجه حراره 50. طبعا هاي يعني بواقع الحال ما راح احصلها، بس انا حبيت انه مجرد حتى يصير هنت على هذا الموضوع. نطلع من هذا الموضوع نشوف الستدي. هذا هو اللي اوت المشروع بعد النصب. طبعا به هواي تفاصيل فيما يخص المسماش او عدم التوافقيه بين الالواح. الجنرال برنسبل هذا هنا الفولتج دروب دو تو ويرنج ريزيستنس. هنا عندي 19 اي بي الاي بي كاركترستيك للسترنج الواحد المتكون من 19 لوح مربوطة على التوالي. طبعا هو ذاكر هنا شوف البيهيفير شلون يصير عندي. طبعا محدد هنا عدد طول الكيبلات من 20 متر كحد ادنى ل 200 متر، وشلون قاعد يصير عندي. طبعا التيار السترنج هو تيار اللوح، والفولتية هو السميشن مال كل الالواح ال 19 لوح اللي هي 650 الحد الاعلى حدد لي اياها بال 650. هنا ايضا عندي الباور دي ينطيني اياها، وهنا المسماش لتو سترينجز. بالاخير دي ينطيني مقدار الباور لوس 3.8 واط. هاي بالنسبه
الفولتج دروب بسبب مقاومة الأسلاك، الفولتج دروب بسبب تغييرات درجة الحرارة أيضا. هنا مطيناها على الاي بي كاركترستيك للسترينج الواحد، أيضا ممكن نشوف الفرق والفقدان بين درجة الحرارة لما تكون 40 ودرجة الحرارة لما تكون 50، وهذا الحد الوسطي هو المسماش طبعا بين ضمن السترينج الواحد. وبالأخير هو ينطيني الفقدان الكلي وهو كثير من البارامترات الأخرى الممكن أنه نلاحظها. فاللي يريد تفاصيل أخرى يعني ممكن أنه يتطرق ويلاحظها، يدخل من هاي النافذة ويشوف كل التفاصيل. هذا الكرنت مسماش للوحين على للوحين على التوالي. ايضا هنا عندي الكرنت مسماش للوح واحد، هاي بها ايضا يعني في مجالات البحثية في مجالات التطبيقية ممكن انه واحد يستفاد من عندها. السويلينج فاكتر، انا ما عندي مؤشرات على ايش قد نسبة السويلينج، لو كانت عندي رقم اعرفه كان بالنسبة للموقع اللي يعني افترضنا به، بس راح نعتبره الديفولت او الافتراض اللي يضع على البرنامج. وعندنا الاسيدث انجل موديفاير، طبعا راح نجي هسه على التفاصيل مالتها. الاسيدث انجل موديفاير شنو جاي؟ الإشعاع الشمسي لما يسقط على سطح الألواح راح يعاني من انكسارات. هاي الانكسارات ممكن أنه نوضحها في هذا الدوكيمنت المرفق. لاحظ الإشعاع الشمسي لما يسقط على اللوح، طبعا أنا عندي وسيطين، هو الوسيط الملامس لسطح اللوح هو الهواء الأير، والطبقة الطبقات اللوح راح نشوف مثل ما معروف الطبقة الزجاجية، وبعدين الـ EVA film اللي هي الأثيلين فينال أسيتيت أو مادة بلاستيكية شفافة من بوليمرات خلات فينيل الأثيلين، وبعدين عندي طبقة الخلايا الشمسية، وبعدين أيضا طبقة أخرى من الـ EVA، وبعدين عندنا التدلر الطبقة الخلفية الأخيرة. خلينا نرجع على هذا الشكل. لاحظ هذا الوسيط الاول الهواء، وبعدين عندنا الزجاج. اول انعكاس او تشتت الاشعاع هو الطبقة السطحية الزجاجية مهما كانت، فهو يصير عندي نسبة خسائر الاشعاع الساقط واختلاف زاوية السقوط راح اللي يفترض ان تكون عمودية. هذه راح تسبب الاول خسارة، الخسارة الثانية في انه مادة الزجاج نفسها ايضا راح تعكس لي second reflection اصغر من 1% او the first reflection اصغر من هذا الانعكاس الاول بحدود 1%. هذه هي طبعا تخضع الى قانون فرنسل اللي يقول انه اذا الضوء مر اكثر من وسيط راح يعاني من انكسار معامل الانكسار الان1 والان2. هذا مو موضوع تفاصيل، بس حتى للملاحظة انه هذا هو مفهوم الأسدت أنجل موديفاير، هو الخسائر في شدة الإشعاع نتيجة تغيير زاوية السقوط. خلينا نرجع على الموضوع. بعد ما عرفنا التعريف خلينا نشوف شكل. طبعا الايستروبيك ديفيوز فروم سكاي، احنا الإشعاع الشمسي لما نتعامل وياه نعتبر انه كل المحيط بالجو هو بشكل متجانس، يعني الانتشار دي يصير بشكل متجانس للإشعاع ضمن الغلاف المحيط بمنطقة النصب، ولكن هذا من الناحية الحقيقية غير ممكن، ما ممكن انه يكون متجانس بشكل. ويدخل في موضوع الانستروبيك، وهذا موضوع ما ندخل بتفاصيله الا في مجالات بحثية. هسه نشوف الاشعاع التوزيع الاشعاع المباشر البيم اريدنس ديستريبيوشن. لاحظ هذا التوزيع على زاوية السقوط
لا طبعا هنا نحدد الزاوية. احنا البلين تلت انجل احنا قلنا 32، خلينا نشوف لما نخليها ل 32 شلون يطلع عندنا التصرف. طبعا هاي المواضيع هي مواضيع بحثية بيور، لابد الاشارة لها بشكل مبسط. لاحظ انه لما نحصل على في ساعة الظهيرة، لما تكون عند الزاوية، لما تكون عند الزاوية زاوية ميل الألواح 32، لاحظ أن الديستريبيوشن للإشعاع الساقط على اللوح يكون هو أكثر شيء، يعني أكثر شيء يبدأ من الزاوية أقل من الزاوية 10 وينتهي هنا بالزاوية 70. بس القيمة القصوى اللي هي هو هذا هو المطلوب، أن أحقق أكبر سقوط للإشعاع الشمسي لما تكون حالة التعامد. خلينا نشوف الإفكت ايضا، ان الزاويه الجلوبال ايردنس الاشعاع الكلي، وهذا يعني الكلي اللي يمثل البيم والديفيوز والريفلكتد، هو هذا المطلوب انه يكون اقصى شده اشعاع. ايضا هنا عندنا الاشعاع المنعكس من سطح، العلاقه بين الاشعاع المنعكس الى الاشعاع الكل ساقط على الارض واللي نسميه الالبيدو وحالة الايستروبيك ديفيوز. طبعا الافكت اون ديفيوز اند الالبيدو، لاحظ هذا الاثنين شلون قاعد يصير توزيع شدة الاشعاع على سطح اللوح بشكل مجتمع. هنا عندنا ينطيني المعدل السنوي لما زاوية الميل، هذا ينطيني الجدول الانسيدنت انجل موديفاير، هذا الخسائر اللي هي تتراوح بحدود 2%، او الخسائر بالدايركت بيم والديفيوز والالبيدو. فانا راح اقبل بهذه هذا الشكل. الامور الاخرى ما عندي تفاصيل عليها، خلينا نشوف. هذا ما نقدر نتلاعب به لان ما عندنا مؤشرات عليه، فهذه خلينا نقبل بهذا الترتيب. نذهب الى موضوع اخر اللي هو السيلف كونسبشن يوزرز نيدز. طبعا انا بما انه المحطه راح اربطها على الشبكه فراح اخليها الليميتد لود، يعني مربوطه على الشبكه الكهربائيه، واطلع لو كان انا عندي استهلاك من السيستم اللي راح اني من انتاج النظام مالتي، ممكن انه اختار هاي الخيارات، بس انا ما عندي، راح اعتبر السيستم مالتي يصدر للشبكة مباشرة. لكن لو كان عندي استهلاك ممكن اروح على هاي الخيارات واحدد الخيار مالتي ايش قد استهلك من عنده. فاني مثل ما قلنا راح اعتبر كل السيستم، كل الانتاج مالي يروح مباشرة للشبكة بدون ما استفاد منه بشكل مباشر. هذا ايضا بتفاصيل، اللي يريد يدخل على هاي التفاصيل كأوبشنات راح تطلع بعد ما يأشر طبعا هنا على يخلي علامة صح، يطلع هاي النافذة ويروح يكمل. الهورايزن حكينا عليه بالمحاضرة الأولى، هسه نجي على موضوع النير شيدينج. النير شيدينج هذا بحد ذاته هو يراد له محاضرة، فراح نسوي محاضرة ثالثة، فخلي نشوف النظام مالتنا. طبعا هنا خلي نسوي رن للسيميليشن على ضوء الخسائر اللي احنا شفناها. راح نطي اوكي، نقول له سيف، يس سيف الشغل مالتنا. نقدر ايضا نستعرض نفس ما استعرضناه بالمحاضرة الاولى، اللي نشوف الريبورتس مالتنا. هذا هو الريبورت اللي شفناه بالمحاضرة الاولى. طبعا هاي المحاضرة الثانية هي مكملة للمحاضرة الاولى، ارجو ان اللي يريد يعني ياخذ تفاصيل اكثر انه يراجع المحاضرة الاولى حتى يصير عملية لينك او ربط بين المحاضرتين. هذا ما ضفنا شيء جديد، لكن الشيء الجديد اللي راح يكون بالمحاضرة الثالثة والرابعة، وراح نلاحظ تغييرات، فارجو ان تتابعونا بالمحاضرة الثالثة والرابعة. وشكرا جزيلا متابعتكم.